كما زال ما كاينش بالرجوله شي واحد دار المشاكل ديالي، راه العالم تعرفني انا، يا المشاكل ديالي راه العالم تعرف. كاينش اللي مازال دارهم دابا حاليا، ما كاينش اللي مازال طبق هذاك الشيء ديالي. صبره كاينه، دات شي 4 ايام جاو شدونا انا في الكناس من المنصور، حطوني انايا، داوني الخميسات 23 عام 22 عام ديال الحبس. صافي بحال اللي دات السرعه، بحال اللي جربت شي كاسيطه بكري، تنبقى ندير هذيك الكوت نقول ويلي شوف فاش تحكمت النهار، تحكمت 6 سنين وجيت وجلست حدا الكريه. ابي السرقات ضاربه، بيع الحشيش بيع الدواء، دير هادي ما داكشي ما والو. الربح اللي تيعطيك القرقوبي ولا الربح اللي تيعطيك الحشيش راه هو اللي غيعطيك الحلال، بيع وشرا. السلام عليكم خوتي، داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، جيتكم اليوم اخوتي. راه من هذيك النهار فاش درت هذاك الفيديو اخوتي، والقضيه راه غادا تتحسن بخير اخوتي، لا مع البشر لا مع خوتنا المغاربه، لا بخير ولاو دابا راه متيني. ما كاين اللي تيهضر معاك هضره زوينه، كاين اللي ما تنعرفوش كاع تيوقفني بالطانوبيل دا هادي. المهم تنصحكم اخوتي، الله يحن عليكم، شي حاجة اللي ضراتو شي حاجة كاين القنوات أشواقة قناة طالعة تبارك الله وتتعاون الشباب بخير. شي كومنتيراتين مزيانين تيجيوني، 95 كومنتير 76 كلشي تيشكرني، مكاينش اللي تيقول شي كلمة خايبة، كلشي معايا كلشي بصفي. الراحة أخويا ارتاحيت وحق الله، شي حاجة ما بحال اللي تقول الجنة. لا صافي ما داكشي ما بقاش. دابا انا تنشوف شي وحدين تيديروا المونتيف تنبقى نقول باز، كنت ندير اكثر منهم انايا شي حاجه زايده. مازال ما كاينش بالرجوله شي واحد دار المشاكل ديالي، مازال ما كاينش لدابا حق الله اخويا، شي حاجه بزاف على الاجرام. ورا العالم تعرفني انايا، المشاكل ديالي راه العالم تعرفهم. كاينش اللي مازال دارهم دابا حاليا، ما كاينش اللي مازال طبق هذاك الشيء ديالي. وتنشوف بنادم دار شي حاجه هي صغيره غيمشي عليها غيتردم عامين 3 سنين، تنقول له باز خلعها ولا تشدني انايا ندير المونتيف. ولا تنشوف دابا الشباب هادو تيهبطوا لهذيك الكريه تيبقاو عامين 3 سنين مور الكريه عام، ما راه تنبقى نطلب لهم التسليم اخويا. واش هي دابا الحريه؟ ها انت تفطر هنا تفطر لها تفطر لها فين ما بغيتي تفطر. لا والو ما عطاتنيش. بغيتي تجيب هكا يا داكشي اللي تجيب تتولي تخسرو، لا غد لي عاود تمشيت. ابي السرقات ضاربه، بيع الحشيش بيع الدواء، دير هادي ما داكشي ما والو. دابا كاين اللي تيبيع مطيشه وبطاطا والربيع والحامض تيصور اكثر من هذاك اللي غيبيع المعاش ديال 100 غرام، تتجبدوا لك كوربه ديال المطيشه بحال اللي غتبيع. راه هي راه المغاربه خوتنا الله يهديهم ويصاب، راك المعاش ديال الحشيش ولا المعاش ديال الدواء، الربح اللي تيعطيك القرقوبي ولا الربح اللي تيعطيك الحشيش راه هو اللي غيعطيك الحلال، بيع وشرا. كوربه ديال البطاطا غتعطيك ثمن المعاش ديال 100 غرام، ربح واحد. وراه تنبغي نمرض، تنبقى نقول واش هذاك الشيء داز بسرعه، واش ما بحال اللي بنادم تيولي تيحلم. تتلقى واحد الحاجه دوزتي العالم 23 عام 22 عام ديال الحبس. صافي بحال اللي دات السرعه، بحال اللي جربتي شي كاسيطه، بحال اللي ركبتي كاسيطه وجربتيها. تبقى تقول واش انا دوزت داك الشيء، واش انا دابا تنتفكري واحد الشده كنديت عليها 6 سنين مسلا بكري، تنبقى ندير هذيك الكوت نقول ويلي شوف فاش تحكمت النهار، تحكمت 6 سنين وجيت وجلست حدا الكريه والدراري تيصبروني. تنتفكري هذاك النهار لدابا، هذيك البومبا اخويا ديال ليسانس، براكاج البومبا ديال ليسانس خميسات. مشينا لها من هنا من المكناس، براكيناها، دات شي 4 ايام جاو شدونا هنا في المكناس من المنصور، قبضوني انايا، داوني الخميسات للكوميساريه ديال تماك 3 ايام، حقاش المونتيب محسوب على ولاد الخميسات باش يديروا المونتيب، تيطلعوهم للرباط تيتحكموا، ولا سلا جنايات. حنا مكانسة داونا الخميسات ضربنا 3 ايام تجيو، ولاو داونا عاود للرباط. هي فين تحكمنا ولا جابونا ترونسفال ولا الواحد
وهاد الشباب اخويا راه خصهم اول حاجه بعدا خصهم يفرانيو حياتهم ويعاودوا يراجعوا حياتهم. لا شحام واحد دابا راه غادي سي لا وساوة وما غاي دابا راه كان بنادم تيبقى يضرب الحبس يضرب الحبسه تيوصل لواحد 50 عام ومازال تترقاه معاك في الحبس. دابا في هذا الوقت راه ما كاينش اللي غيكمل حتى في عمره 24 عام دار عقلو سالا ودوز وتزوج فهمتي. اذا شحال هادي كان بنادم تيدير 50 عام 60 عام ومازال تترقاه معاك جالس في بلاصتو فهمتيني، جاي تيبيع الكيف ولا تيبيع الحشيش ولا تيدير شي حاجه راجل كبير. اما دابا في هذا الوقت في هذا الوقت في 2022 اللي دار الاجرام ما غيضربش عامين 3 سنين ديال الحبس، ما يكملهاش حياته كامله، غيدير عقلو. قالت هذا الوقت هادي ماشي هي داك الوقت ديالي، ما كاينش اللي ضربته بقيت واقف حدا هكايا. طرات لي واحد النهار طرات لي ولكن ما صافي تسقيا هكايا تسقبطك يا ديك الخلعه ديال بحال صافي راه غيطيح بنادم من الروح غيموت فهمتيني. انت غتمشي تختار في الحبس صافي تتخاطرهم بالدراري صحابك كدا هادي يعتقوه يديروا له شي حاجه تسقبطك يا ديك الخلعه ديال الخلعه اخويا راك عارف بنادم تيتضرب تيهزوه للطبيب هو مات هو مازال هو بالخطا عرفتي شنو راه بحال شي بحال اللي انت تيقطروا لك هذيك الساعه راه ماشي هو ضربوا بين راسه في المنصور. وراك عارف اخويا راه اي حاجه راه تال الروح اخويا راه ما راه تال الروح راه ما راه تجيب مشكل وتدي عليه 10 سنين ودير مونتيف وتدي عليه 15 عام داو الناس 15 عام هي مونتيف عادي في لا روح لا والو وهانيه وتدوز ولكن راه ماشي بحال الاخر. بنادم فاش يكون قاتل داك النهار الاول الله يسر راه صافي دمار شامل. اليوم اخويا تنبغي نوصل للشباب اخويا يرجعوا للور اخويا هادشي راه ما بقاش ما هادشي راه ما بقاش واكل كاع ما غيعيشك حتى ثانيه هاد المكانه ما غيعيشكش هادشي هذا وهي الحباسات فهمتيني. اللهم الاحسن بنات ما يمشي يدوز ديك العشرين ولا ديك 30 ولا ديك 22 اللي غدوز الحباسات سير دوز حدا والديك وليداتك ما عندكش وليدات دير شي وليدات صالحين وعيش حداهم. انا ولي دابا انا هادشي دابا اللي غنعيش في الدنيا ما بقاش كافيني اخويا هضروني ان شاء الله يسمح لنا. علاش انا ضربت واحد 22 عام اخويا ديال الحبس واش عشت انا بقوه هذاك الشيء اللي ضربت ولي تنقول اليوم غدا نموت ولي دابا انا تنخاف من الموت لا نموت وما ندوز والو في حياتي. علاش حياتي دوزتها في الحبس انا دابا عاد بغيت ندوز حياتي ما ندمت على كلشي. انا قلت لك وصلت لواحد الدرجه اخويا خاف من الموت تتنعس هكايا تقول عندك غدا نصبح ميت علاش ما دوزتي والو في حياتك. عاد بغيتي تدوز دوز مع واحد الانسان دوز مع صحابك دوز مع واحد البنت بغيتي عاود حتى ل 2022 فهمتيني صافي تا درتي عقلك نتايا فهمتي الحساب وليتي تخاف لا تموت. علاش بقوة داكشي اللي دوزتي ما دوزتي والو برا في الدنيا واش فهمتي كيفاش اخويا عامل ولي دابا تنعيش ومدهشر حياتي تنقول اليوم نموت غدا نموت ما دوزت شي حاجه. واحد الحماق تيدخل للدماغ بهاد الشيء هذا ديال الاجرام هادشي خايب اخي. تنصح الشباب الله يعفو عليكم والله يهديكم وديروا عقلكم واللي عنده شي مهمه يخدم عليها واللي عنده شي مرا يخدم عليها ويدير عقلو وتسعد الليل تلقاه في محال ان شاء الله. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.